اولا كنبغي نقول سيدنا الله ينصره وعاش الملك ومرحبا به في هذه المدينه اللي هي مدينته في الاصل مدينه تمسنا، اللي في هذه الايام الاخيره ولينا كنشهدوا مجموعه ديال الاصلاحات. والسبب ديال هذه الاصلاحات هي انه كاينه زياره ملكيه لتدشين مدينه المهن الجديده اللي جهه الرباط سير القنيطره، حيث ان لاحظنا انهم المسؤولين كيجريوا ليل نهار باش انهم يزوقوا شويه من هذه المدينه وانهم يغطيوا على العيوب ديالها، لهذه العيوب كتعيشها الساكنه كل نهار وكتشوفها كل نهار وعايشه وسطها. وتنبغي نوجه رساله للمسؤولين انه ما خصناش نتسناو حتى تكون زياره ملكيه عاد نوضوا نبداو نتجاراو على هذه المدينه هذه باش ناهلوها، في حين انه المواطن كيستاهل محسن وكيستاهل يعيش في مدينه نقيه، حيت هذه المدينه اصلا جلاله الملك بيده هو اللي عطى الانطلاقه ديالها، هو اللي دشناها النهار الاول. وبغينا وكنوجه هذه الرساله هذه لجلاله الملك باش انه يوقف على هذه المدينه ويوقف على شغله بيديه، حيت المدينه لا تروق لذاك المستوى ديال انها نقولوا هذه المدينه سال الملك ولا هذه المدينه دشناها الملك، في غياب تام للمرافق الخضراء وملاعب القرب، غياب تام لكل شيء، حتى البنيه التحتيه اللي هي اقل حاجه تقدر تكون بنيه تحتيه جد هشه، حيت كنلاحظوا جميع الشوارع فيها حفار سيرتو ملي كتكون تساقطات المطريه كتزيد البال العيب ديال هذه المدينه هذه. زائد وكاين حتى واحد المشكل اللي كنعانيو منه كل نهار سيرتو بالليل هو غياب الاناره. الاناره كتلقى بين كارتي وكارتي كتلقى الظلام، كتلقى الاناره في كارتي واحد، يعني الطريق من داك الكارتي لكارتي الاخر ما كايناش طريق، ما تقدرش دوزها بالليل على رجليك، خصك تكون موتوريزي. خصك كاين عاوتاني مشكل اخر ديال الكلاب الضاله، الكلاب الضاله كاينه في كل بلاصه، وهذا مشكل كتعاني منه الساكنه انه كيتركب الرعب سورتو في الامهات ديالنا والاباء ديالنا، ما كيقدروش يخرجوا بالليل حيت يعاني، وديما فوق ما خرجتي كتلقى الكلاب مجموعه وسوء الاناره وهذه. وهذا الشيء صراحة يحز في الخاطر ويحز في القلب، وكنبغيو نناشدو جلالة الملك باش أنه يوقف على هذه المدينة اللي هي مدينته، يوقف عليها ويتابع هاد المسؤولين هادو باش نتحصلوا حتى حنا باش تولي عندنا مدينة تروق بالسكن، حيت حنا هاد المدينة هادي راهي كنباتوا فيها وصافي، حنا أي حاجة بغيناها راه تنبعدوا على هاد المدينة بكيلومترات باش أننا نديروها. المسؤولين راه ما كاينينش، نقدر نقول لك المسؤولين ما كاينينش، ما كايناش أشغال، المدينة ما فيها والو، ما فيها لا مساحات خضراء لا والو، حتى لدابا حتى يجي الملك عاد بداو تيحلقوا شويه على المساحات الخضراء وتيبينوها. كنبغي نقول بلي الملك راه غادي يدوز نهار واحد غادي يدشنا هاد المدينه وغادي يمشي بحاله، حنا اللي ساكنين في هاد المدينه حنا اللي كنستاهلوا نعيشوا في مدينه طروق بالمستوى ديال مدينه تمسنا، كنستاهلوا مساحات خضراء، كنستاهلوا مرافق رياضيه، كنستاهلوا الاناره. ابسط حاجه هي الاناره ما كايناش، بالليل راه تنعيشوا في الظلام. وتنبغي نقول عاش الملك والله يحفظه، ومره يبدا يزورنا باش يدوز، نتمنى يضرب دوره في المدينه كامله، ماشي غير هاد البلايص اللي اهلهم، تكون دوره في المدينه كامله باش حتى حنا حيت غادي نستافدوا حنا من هاد الزياره الملكيه. وعاش الملك.